يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدا السبت طقس شديد الحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرية والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وجنوب البلاد أيضا. حار على السواحل الغربية معتدل الحرارة ليلا على كافة الأنحاء. وهذه هي درجات الحرارة المتوقعة غدا على بعض مدن ومحافظات الجمهورية وعدد أيضا من العواصم والمدن العربية والعالمية.